السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندي خاصية حلوة قوي في قلب الانفرا ووركس، ألا وهي موضوع الليارات، إن أنا أقدر أتحكم إيه اللي أنا عايز أشوفه دلوقتي. فلو جيت هنا في الديسبلاي هلاقي أول اختيار عندي اللي هو سيرفيس لاير أو كنترول 5، فمثلا ممكن أقول له اخفي لي كل الروت فيبدأ يحمل الخريطة، لكن المرة دي هشيل منها كل الطرق. تقدر تخفي الطرق، تقدر تخفي الريلوي، تقدر تخفي السكتش روت، تقدر تخفي الحاجات الخاصة بالووتر مثلا. تمام، طيب خلينا نقول له اوكي. هتفاجأ ان الطريقة كلها مفيش طرق خالص بقت موجودة، فنقدر نقول له يظهر لنا الطرق تاني من سيرفيس لاير وعلم على الرود وقول له اوكي. فتبدأ الطرق تظهر تاني بالشكل ده.